احنا اليوم بدبي تي في، نحن عم نعمل حملة توعية عن موضوع سرطان الثدي. ليه عم نعمل نحن هاي الحملة؟ لأنه سرطان الثدي هو السرطان رقم 2 الأشع عند المرأة. نحن هون حنحكي عن موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ليش الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ لأنه كل ما كشفنا المرض بوقت مبكر حيكون نسبة العلاج والشفاء ونسبة التداخلات الجراحية حتكون أقل، نسبة الشفاء حتكون أعلى، نسبة التداخلات الجراحية حتكون أقل. نحن بننصح كل السيدات اللي أعمارهم فوق 40 سنة أنه يعملوا فحص الماموغرام أقل شيء كل سنتين، بعد سن 50 أنه مرة كل سنة. ممكن اللي عندهم قصة عائلية بسرطان الثدي أنه يبدأوا بالكشف المبكر حتى من عمر 20 سنة، حيكون عن طريق زيارة الدورية للطبيب مع عمل الألتراساوند. إذا لقت الطبيبة أو الطبيب أنه في حاجة ل يعني إجراءات أخرى، ممكن أنه تعمل فحوصات ثانية مثل الماموغرام أو الإمارات. ونحن نتمنى صحة سعيدة وسلام للجميع إن شاء الله.